بسم الله الرحمن الرحيم. تطرقنا في الحصة السابقة كيفية إدخال نقاط طبوغرافية إلى ملف من ملف نقاط طبوغرافية إلى برنامج الأوتوكاد بالاستعانة ببرنامج كوفاديس. في هذه الحصة سوف نتعلم كيفية إعادة استخراج ملف نقاط طبوغرافية من برنامج الأوتوكاد بالاستعانة ببرنامج كوفاديس، أي أنها عملية عكسية. عملية عكسية، يعني لدينا ملف نقاط طبوغرافية ببرنامج الأوتوكاد، ونريد استخراج الملف ملف TXT أو إعادة إظهار كل النقاط الطبوغرافية الموجودة في ملف الأوتوكاد. فهنا يا جماعة يجب أن نذهب إلى كوفاديس 2D بوان توبوغرافيك، ثم إلى كري لا ليست دو تولي بوان، كري لا ليست دو تولي بوان. فسيقوم هنا في هذه الحالة برنامج كوفاديس بإحصاء كل النقاط الطبوغرافية الموجودة على الشاشة. فهنا يقوم بإحصاء كل النقاط الطبوغرافية الموجودة على الشاشة. فهنا لدينا حوالي 152 نقطة طبوغرافية. لدينا حوالي 152 نقطة طبوغرافية. نستطيع إظهارها كلها أو إحصائها كلها عن طريق لا كوموند كوفاديس 2D بوان توبوغرافيك، ثم الذهاب إلى كرياليست بتولي بوان. فهنا نقوم بإحصاء كل النقاط الطبوغرافية الموجودة على الشاشة. فسيقوم برنامج كوفاديس كرياسيون دو لا ليست دو بوان اون كور تيرميني، يعني أن العملية تمت بنجاح. 152 بوان توبوغرافيك ايتي فاليد، تم إحصاء 152 نقطة طبوغرافية. نستطيع إظهار هذه النقاط الطبوغرافية عن طريق النقر على كوفاديس 2D ثم بوان توبوغرافيك، ثم الذهاب إلى افيشي لا ليست دي بوان. عند النقر هذه الأيقونة تظهر كل النقاط الطبوغرافية الموجودة على الشاشة. أوكي. نستطيع استخراج هذه النقاط الطبوغرافية إلى ملف خارجي عن برنامج الأوتوكاد. نذهب إلى الأيقونة كوفاديس 2D بوان توبوغرافيك، ثم إلى إكرير أن فيشي دو بوان. هنا نقوم باختيار لو بوان توبوغرافيك أبرونت أون كونت، يعني ما هي مجموعة النقاط الطبوغرافية التي نريد استخراجها من ملف الأوتوكاد. هنا نقول تو لي بوان كونتوني دون لا ليست، يعني نتكفل فقط بالنقاط التي أحصيناها سابقا. ثم نختار هنا المسار الذي نحدد فيه النقطة أو ملف النقاط الطبوغرافية الذي نضع فيه ملف النقاط الطبوغرافية. مثلا سوف نضعه في سطح المكتب، ثم نسميه مثلا بوان طوفو، ثم نضغط على انريجستري. من هذه القائمة نختار نوع الملف، هل هو كروني أو سيباراتور. نختار مثلا سيباراتور. باقي الإعدادات ندعوها كما هي مفعلة سابقا، ثم نضغط على اوكي. فهنا قام باستخراج ملف نقاط طبوغرافية جديد أنشئ من خلال ملف النقاط الطبوغرافية الذي كان منشأ في برنامج الأوتوكاد. ذهبنا إلى سطح المكتب فسوف نجد ملفنا مسجل هناك، نجده على الدي بوان توبوغرافيك، وهو ملف تي اكس تي. نقرأ عن طريق برنامج البلوك بوان. الآن لو فرضا أردنا اختيار مجموعة صغيرة من النقاط الطبوغرافية ووضعها في الليست، يعني نريد إحصاء بعض النقاط الطبوغرافية فقط ليس كلها،
نذهب إلى برنامج، نذهب إلى الأيقونة كوفاديس 2D، ومن ثم إلى بوان توبوغرافيك، ثم إلى كري لا ليست دو بوان، كري لا ليست دو بوان، بوان توبوغرافيك، كري لا ليست دو بوان. هنا يقول لنا أنه لدينا قائمة لنقاط توبوغرافية منجزة سابقا، نقول له رومبلاسي، أي نقوم بتبديلها بالقائمة الجديدة. نذهب مباشرة إلى هذه الأيقونة شوا ديسوبجي، اختيار نقاط، ومن ثم نختار مثلا النقطة P171 والنقطة P166 وكذلك النقطة P172، ثم نضغط على أونتري. فهنا قام بإحصاء ثلاث نقاط مختارة يدويا، نستطيع إعادة إظهارها عن طريق الأيقونة Officialist Depoint. فهذه الثلاث نقاط المختارة سابقا، نستطيع رسم هذه النقاط على ملف الأوتوكاد، أوكي، وذلك بالذهاب إلى كوفاديس 2D بوان توبوغرافيك، ثم إلى ديسيني لو تابلو دي بوان. هنا نقول له تو لي بوان كونتوني دون لا ليست، يعني أن القائمة جاهزة ما عليه إلا رسمها، ثم نضغط على أوكي، ثم نختار هذه، تظهر لنا هذه النافذة فيها مجموعة الإعدادات، ندعوها كما هي مفعلة، ثم نضغط على أوكي، ونختار موضع الذي نضع فيه الجدول، يظهر جدول به مختلف النقاط المختارة سابقا يدويا مع فاصلتها وترتيبتها وكذلك موضعها على المحور زاد أي منسوبها. الآن السؤال المطروح هو ما هي فائدة la création d'une liste de tous les points، أي ما هي فائدة إحصاء النقاط التوبوغرافية الموجودة في ملف الأوتوكاد؟ إذا قمنا بحذف نقطة معينة فلتكن النقطة P166 ونعيد إظهار la liste des points point topographique après la liste de points، فالنقطة 166 ما زالت في ذاكرة برنامج كوفاديس مع أننا حذفناها، فهنا يجب أن نعاود أن نعيد اختيار la liste de tous les points 2D point topographique créer la liste de tous les points من جديد، وهنا يقوم بإحصاء النقاط الطبوغرافية الجديدة من دون نقطة 166، فهنا لاحظت أنها كانت 152 فأصبحت 151 نقطة، لأنها حذفت نقطة من الذاكرة، وهذا هو الصحيح. إذن نعيد إظهار قائمة النقاط الطبوغرافية، فهنا تظهر كل النقاط الطبوغرافية من دون نقطة 166، 164، 165، 166 محذوفة. اوكي.